بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. أعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه الشعب التركي الشقيق بانتخابه رئيسا للجمهورية التركية لولاية رئاسية جديدة، متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب الجمهورية التركية الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. أشاد جلالته في هذه المناسبة بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية التركية، ومؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والارتقاء بها في إطار التعاون المشترك الذي يجمعهما في مختلف الأصعدة والمجالات تحقيقا لمصالحهما المتبادلة.